وضربة جزاء من الأخطاء التسعة، من الأخطاء التسعة ماجد عبد الله، ماجد عبد الله ماجد عبد الله وضربة جزاء ماجد أحمد خليل بسم الله ماجد ماجد حطها ماجد في المرمى، ماجد في المرمى ويسجل النصر الهدف الأول في الدقيقة 30 واحد النصر ماجد عبد الله لا شيء العرب القطري واحد النصر سجلوا ماجد عبد الله من ضربة جزاء نتيجة إعاقة واضحة وهذه الجماهير الوفية اللي بتهاجم النصر وارتفعت الأعلام الصفراء عالية خفاقة واحد النصر وهذه مرة أخرى لا شيء العرب القطري ركنية هذه عادة لاعب خبير ماجد وعميد لعيبة العالم.